قتل مدير الوحدة. كتاب يوميات يعني مذكرات ليا. صناع مسلسل بالطو يكشفون الحقيقة. فعلا فعلا بالتيبيكال اللي حصل بجد. اوعى تفتح الاوضه دي. بس واضح ان انا حطيتك وتحت ايدك. في ايه طيب في ايه؟ ما تخيلتش ان الشارع يحب عاطف، او بقالي سنين اصلا ما تخيلتش ان في حد بيتعلق بشخصيه لدرجه ان هم بقى عايشين معاه. بس ده اللي حصل يا عصام، والجمهور فعلا اتعلق بشخصيه الدكتور عاطف اللي بيتخرج وفجاه بيلاقي نفسه مدير في وحده صحيه في احدى القرى، وبيعيش معاه كل مغامراته ومواقفه الكوميديه مع كل حلقه من مسلسل بالطو اللي بيتكون من 10 حلقات. بالطو بالذات انا كنت حابب اوصل تجربه كل الناس كل العيلة ممكن تتفرج عليها، وأنا بحب الأدوار اللي تقدر تمس جيلي والجيل اللي أقل مني اللي أنا قريب منهم وشبابهم، فعارف مشاكلهم وعارف الحاجات اللي هم بيفكروا فيها. لفيت كتير وسواء سيرش على الانترنت على شكل الوحدات من جوه وعلى مشاكلها، لأن كنا محتاجين نقول حاجة حقيقية مش مجرد حاجة بنسخر منها، لان محتاجين نقول حاجه ايه اللي بيحصل بجد. في حاجات فعلا فعلا بتبيكال حصله بجد، خصوصا ان كمان دكتور احمد عاطف المؤلف هو عاش مواقف من دي كتير بغض النظر عن تعديلات الدراما اللي دخلت. دلوقتي رسميا بقيت مدير الوحده، ولان العمل قريب من الجمهور بيحقق نجاح كبير ونسبه مشاهده عاليه بعد عرض اولى حلقاته. ردود الفعل طبعا كانت مفاجاه لينا كلنا كصناع المسلسل، ان من اول حلقتين ما شاء الله الناس بتتكلم عن المسلسل والناس عارفه المسلسل، واللي بيتكلم في نقطه معينه واللي بيتكلم في نقطه تانية، فالكلام ده كله ما كناش متوقعينه من اول حلقتين. يعني قلنا على حلقه 5-6 الناس تبقى عارفه المسلسل او كده، لكن من اول حلقتين ده اللي كان غريب ومفاجئ لينا. طب يا جماعه انا اعرف القوانين دي منين؟ وحتى انه لفت نظر فنانين وباركولا صعب. والله انا يعني تلقيت حاجات كتير، رسائل كتير من فنانين في كبار ومن مخرجين. يعني بسطت جدا برساله اكرم حسني، انا بحبه جدا شخصيا، فكانت حاجه بسطاني. مخرجين كتير ومؤلفين كتير، محمد امين راضي وهاني سرحان، لما استاذ يوسف نصر الله يكلمني ده كان حاجه كبيره بالنسبه لي. بقول لك ايه؟ رحت اشوف الليف دي ازاي؟ بس ده ما بيمنعش ان في جمهور انتقد العمل وبعيد عن الواقع، خصوصا سذاجه عاطف. واحنا بنتكلم على قريه مش موجوده على الخريطه اصلا. مش موجوده، ملهاش وجود. ففكره ان احنا عايزين نعمل ريف، بس ريف معين، مش الريف اللي متعودين عليه في المسلسلات. قصه دمها خفيف، يعني هي برضو قصه انسانيه على الولد، وهي ده اللي عجب الناس، ان هو كل حد شايف نفسه، حتى مش ضروري الدكاتره بس، كل حد شايف نفسه ان هو لما بيتخرج في شويه سذاجه مش عارف ايه، لما بيصطدم بالعالم الخارجي. هو ده اللي احنا كنا بنلعب عليه. ده بيت عاطف كمال محمد. وبالرغم من ان القريه مش موجوده الا ان الشخصيات حقيقيه. ده كان كتاب يوميات يعني مذكرات ليا، كانت فصول متصله منفصله عن حكايات بتحصل لي كمدير للوحده. تمام، فالفكره الاساسيه كلها اللي انا خدتها من الكتاب ان طبيب لسه متخرج بقى مدير للوحده الصحيه. كان في شخصيات كتير قوي في الكتاب انا اخترت منها، طبعا مش كلها اتقدمت في المسلسل. اي مدير جديد بيجي بكشف عليه. ومن القصص اللي حصلت فعلا، دي حصلت معايا الست كبير حامل، دي حصلت فعلا معايا. هي مكتوبه في الكتاب برضه يعني. دي حصلت لقيتها جايه تقول لي بتابع الحمل. نفس اللي حصل مع عصام، مشهد التمشيه، المشاهد الطبيه حصلت معايا حرفيا بالنص ومكتوبه في الكتاب. المشاهد الطبيه اللي هي التمشيه، الست اللي اكلت ابنها فول، الست اللي بتتابع الحمل دي. خير يا حاجه مالك؟ جه تابع الحمل. معلش مالك؟ ده سبب الحمل كله. لا 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 مش ده، دي الحاجات الحقيقيه اللي بجد بقى. الفانتازيا ده ممكن الشيخ مرزوق شويه يعني، لكن الحاجات الحقيقيه الحاجات دي. وشارك في العمل عدد من الفنانين ومنهم سلافه غانم اللي بتقدم شخصيه حلميه. حلميه مش نموذج بس موجود في الطاقم الطبي، انت ممكن تقابليها في مؤسسه حكوميه، ممكن تقابليها عند جارتك، ممكن تبقى في الشارع اللي انت ساكنه فيه، في المترو. يعني في الاخر هي شخصيه شبهنا، يعني احنا نحس يعني، او انا لما قريت يعني هي قريبه قوي يعني. بس انا ما قررتش ان انا ابوش حاجه، او ان انا اقرر ان انا اعمل لها لزمات معينه او ابهرج في طريقتها او كذا. خليها شخص طبيعي والناس تحس انها قابلته قبل كده، والحمد لله رب العالمين الفيدباك
انه كلهم تخيلوا ان انا من مركز متوبس، ودي كان اجمل نجاح بالنسبه لي. الحاجه عيشه مرات الحاج عنتر ابو الفضل حامل في الرابع وبتيجي تتابع معانا كل شهر. ومريم الجندي اللي كشفت لنا عن شخصيتها ده لازم تحبيها، يعني هي قريبه من القلب وبسيطه وهتلاقيكي عارفه ناس كتير زيها كده يعني، فدي برضو كانت حاجه مخوفاني شويه. مش لازم الناس يبقى عندها احلام اصلا، الموضوع معقد فعلا.